القضيه اللي كانت عندهم زوينه باسكو الموسيقى سي ما بين المغني والاوركسترا، لانه حتى الاوركسترا تاعي كانت كتعزف تبارك الله. اسير وصلت ل 16 عاود ترجعت عبد الحليم مازال ما بداش. قال لك ام كلثوم كانت ملي كيبداو حتى كتبدا الفرقه الموسيقيه كتعزف عاد كيبداو يدخلوا عباد الله. لا عاد عاد هي كتنط البت. هذه الموسيقى اللي غادي تلقاو معايا واللي يكون غير كدوخ ما كيدوخ علينا وفات. قال لك نخاف نظلم مع شي وحده ونتقم منها وندير لها داكشي اللي درت ليا زعما ديك البنت الاخرانيه. وقال لك انا ما نقدرش نظلم مع شي وحده. عرفتي هو قال لي بحال هكاك وانا نشطب عليه من لائحه. علاش؟ هذا باين تقم. باين تقم. صباحكم مبروك من مراكش. المراكشيه هذا باين تقم. هذا باين تقم. نعطيكم هذا المثال ديال هذا الكوبل هذا سبع سنين هما اونسومبل. الله اكبر. وعاد بنت ليه بلاصي دابا. بلاصها دابا. يلا بلاصها.